حلق اللحية. نعم، حلق اللحية بلا شك من الكبائر وليس من المحرمات فقط، وذلك لأنها تشتمل على مخالفات لنصوص عدة، أولها قوله عليه الصلاة والسلام: حفوا الشارب وأعفوا اللحى وخالفوا اليهود والنصارى. والأمر الصادر من النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يجوز مخالفته بنص قول الله تبارك وتعالى: بل يحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم.